السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وهذه عناوينها. تدخلات وتدابير استعجالية للحد من تداعيات موجة البرد القارس والتخفيف من آثار السلبية للتساقطات الثلجية على ساكنة المناطق المتضررة. التحليل المتعدد الأبعاد لإشكالية التنمية بالمغرب، محور اجتماع بالرباط حول قدرات المملكة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. تعمل استثمارات بجهة درعة فيلالت وتحسين مناخ الأعمال بها رهان سيمكن من تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للجهة. قطاع صناعة الطائرات، مصنع جديد بمدينة طنجة يعزز دينامية القطاع. أهلا بكم، نستهل النشرة ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد نصر صاحب الملك إليزابيث الثانية بمناسبة الاحتفال بذكرى اعتلائها عرش المملكة المتحدة. برقية تهنئة أخرى بعثها جلالة الملك إلى الحاكم العام لنيوزيلندا السيدة باتسيريدي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلادها. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية التهنئة إلى السيدة نبيلة منيب، وذلك على إثر إعادة انتخابها أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد. أعرب فيها جلالة الملك عن تهانئه على تجديد الثقة التي حظيت بها السيدة منيب من قبل المجلس الوطني للحزب. جلالة الملك بعث أيضا برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الكاتب والصحفي محمد أحمد باهي. أعرب فيها جلالته بهذه المناسبة الأليمة عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في فقدان هذا الإعلامي المقتدر الذي كان مثالا للوطنية الصادقة والتشبث المكين بثوابت الأمة ومقدساتها. إلى غاية 9 صباحا من يوم غد تتوقع مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة هبوب رياح قوية ستهم أقاليم الحوز، أظلال، ورزازات، فيجيج، بولمان ومرتفعات زنيت، سيدي إفني، تارودانت، طاطا وتازا. وحتى يوم الخميس زخات مطرية عاصفية معتدلة إلى قوية أحيانا يرتقب أن تشهدها أقاليم سيدي إفني، قلميم، طنطان، طرفاية، تيزنيت، أكادير، إنزقان، الصويرة، أسفي، اليوسفية، الحوز وشيشاوا. وخلال 24 ساعة الماضية تساقطات مطرية هامة شهدتها بلادنا، أعلاها سجل في الرباط ب 33 ملم وأدناها أقل من ملم بالعيون، ميدلت وسيدي إفني. وفيما يخص التساقطات الثلجية، جبل أعيوي بإقليم أظلال 170 سنتيمتر، جبل هبري بإقليم إفران 120 سنتيمتر، جبل بوخو علي بتورير 30 سنتيمتر، ليلة عزيزة بإقليم شيشاوا 25 سنتيمتر، وأنزي بإقليم ميدلت 35 سنتيمتر. وأمام كثافة التساقطات الثلجية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة، العمل متواصل لإزاحة الثلوج وفك العزلة عن ساكنة المناطق المتضررة من موجة البرد القارس. النموذج من إقليم ميدلت في ريبورتاج عبد المجيد حلاوي ونور الدين النافعي. الطريق الوطني رقم 13 الرابطة بين الراشدية وميدلت ومكناس تم فتحها إلى غاية مدينة ميدلت، ونظرا لتساقط الثلوج على مستوى حجيرت فتغيير الاتجاه ممكن من زايدة إلى صفرو عبر بولمان. تساقطات ثلجية مهمة عرفتها المناطق الجبلية لإيميل شيل وأيتهاني وأملاغو، مما استدعى معه الاعتماد على دعم آليات أقاليم أخرى كبني ملال وخنيفرة. كاين واحد الدعم، يعني بطبيعه الحال ملي كتكون التساقطات الثلجيه مستمره راه كاين المحاور اللي كيتفتحوا كيعاودوا يتسدوا، ولكن راه فرق التدخل باش 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 يعني تدخل في الوقت المناسب. هذه فرصه كذلك باش نوجه نداء لمرتفقي الطريق انهم ينتبهوا للبلاغات اللي تتصدر خاصه من وزاره التجهيز والنقل، والبلاغات اللي تتصدر عند المديريه ديال الارصاد الجويه، لان هذا الشيء خصو ياخذوه بعين الاعتبار، ما خصهمش يستهنوا به، خاصة أنه كتكون بعض الظروف المناخية صعبة، ويتفادوا ما أمكن السفر بالليل، لأنه اللي مهم بالنسبة لنا هو السلامة للمرتفقين والمرتفقات.
المحور الطرقي الريش إميلشيل والقصيبة تم فتحه، ونفس الشيء بالنسبة لمحور أملاقو أسول وأيتهاني. جايين من مكناس الحمد لله، الطريق مسرحة الحمد لله. غد إن شاء الله لعند مدينة الريش نخوي واحد فياج. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فقد تم تسخير كل الإمكانيات لمساعدة المناطق المعزولة، إما بفتح الطرق أو ضمان تموين القرى والمداشر والاعتماد على المروحيات. ولمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والتساقطات الثلجية، تدابير استعجالية تم اتخاذها لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في المناطق المستهدفة. نتوقف اليوم مع الدور الفعال الذي باشرته وتباشره مصالح الدركي الملكي. زينات لامين. تتلفع جبال الأطلس الكبير برداء أبيض، الثلوج تسطو بجبروت على المنطقة، من علي تبدو الدواوير صغيرة تتنفس ثلجا وصقيعا، أسطح المنازل ترزح تحت ثقل الثلوج. مروحية الدرك الملكي في مهمة مستعجلة، امرأة حامل بدوار تنجرف تعاني سقما، وفريق الدرك الملكي يسارع الزمن لإنقاذ الحامل في مروحية مجهزة. تتلقى المرأة أولى عمليات الإسعاف لتطوي الأجواء صوب مطار ابن ملال، والسرعة والفعالية عملة هؤلاء الرجال. On a pu évacuer la patiente âgée de 37 ans. تمكنا من نقل المريضة التي تبلغ من العمر 37 سنة وهي حامل تنحدر من دوار التنجرف. العملية تمت في مروحية إسعاف مجهزة تلافيا لصعوبة النقل الطرقي بسبب سوء أحوال الطقس. المريضة حالتها مستقرة وتوجهنا بها صوب مطار بني ملال. سيارة الإسعاف نقلتها إلى المستشفى. لا تنتهي مهمة رجال الدرك الملكي، فالمنطقة وعرة وطرقها أثناء فصل الشتاء غير سالكة، أما مساكن الدواوير فهي مشتتة، ومنزل فاطمة بدوار إيغوردان إحداها. فاطمة ذات 20 سنة نفساء تعاني ورضيعها مرضا وتلزمها رعاية طبية. بمروحية رجال الدرك الملكي تتلقى هي الأخرى الإسعافات الأولية، ريثما يتكفل الفريق الطبي بالباقي. تمكنا من نقل شابة في عقدها الثاني رفقة ابنها حديث الولادة في منطقة تطلبت منا تدخلا من هذا المستوى بالنظر لوعورة التضاريس والطقس البارد. ولدى وصولنا لمطار بني ملال كانت السيدة ومولودها في وضعية صحية مستقرة، وتم نقلها في سيارة إسعاف. مهمة غير مستحيلة، تلك هي تدخلات رجال الدرك الملكي. هذه المرة تمرق المروحية فوق أجواء ورزازات وتنغير، تستجلي الدواوير التي عزلتها الثلوج لتنقل المؤونة والأغطية صوب من حالة الأحوال الجوية دون تزودهم بما يلزم من عدة أثناء القر، وحين يسجل المحرار أدنى درجاته. مشهد مماثل يعيش إقليم توريرت وتحديدا منطقة دبدو التي تشهد تساقطات ثلجية مهمة، والعمل متواصل لفتح الطرق أمام حركة السير. إيمان سلاوي ورشيد العتابي. بمنطقة دبدو التي تبعد 50 كيلومترا عن إقليم توريرت وتحديدا جماعة العطف، تساقطات ثلجية مهمة غمرت المكان وحولته إلى رداء طبيعي أبيض بلغ سمكها أزيد من 15 سنتيمترا. الثلوج فردت عزلتها على المنطقة وأدت إلى انقطاع بعض الطرق، والآن بعد فتح الطريق الوطنية رقم 19 السكنة تنفست السعداء. راه هذا وقت ما كانش يطيح علينا بزاف، واني الحمد لله اليوم راه طاح الثلج ورحنا فرحين به. كيصلح للبلاد ويصلح للعيون، ينوضوا اللي كانوا ماتوا، الماء اللي ما كانش بقى ينوض دابا راهم غادي يكونوا مزيانين، غادي يكون عندنا الماء ان شاء الله، وغادي يكون الربيع ويكون الفلاحه اذا كانت فلاحه لحقت عليها هذه الحوايج تكون مزيانه. للطبيعة لغتها الخاصة وسحر لا يقاوم على النفوس،
الثلوج انفرجت معها أسارير الساكنة التي استبشرت خيرا بما ستساهم فيه من توفير الكلاء للماشية. يصلح العيون، يصلح الكسبة، يصلح الغابة بحال هذه، الحمد لله الله ونشكره. المصالح الإقليمية للنقل والتجهيز واللوجستيك بإقليم توريرت قامت بتعبئة مصالحها واتخاذ كافة الإجراءات، وذلك لفتح الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين جماعة الدرارة وإقليم فيجيج. استطعنا أنه نفتح هذه الطرق كلها في وقت قياسي أمام حركة المرور. وحسب نشرة إنذارية للمديرية الوطنية للأرصاد الجوية، سيستمر الانخفاض الشديد في درجة الحرارة وكذلك التساقطات الثلجية إلى غاية يوم السبت المقبل. وجهود إزاحة الثلوج تتواصل أيضا بين طريق الرابطة بين ورزازات ومراكش، كما نتابع في روبورتاج مها الكرومبي ومحمد الناصري. تدارت منطقة عبور لكل من يتجه من مراكش إلى ورزازات والعكس. الطريق مكسوة هناك بالثلوج، ولحظات من الدفء يقتنص المسافرون بإحدى المقاهي في انتظار أن تتم الآلية عملها بإزاحتها. جاي من ورزازات غادي دابا لمراكش، احنا وصلنا تهدرت، كاين الطريق مسدودة. منطقة تهدرت معروفة كيوقفوا فيها الناس في أثناء تساقط الثلوج، من بعد كيواصلوا الطريق ديالهم لمراكش ولا لورزازات. تعبر الآليات الطريق ذهبا وإيابا وتزيح الثلوج حتى يتمكن مستعملوها من تتمة مشوارهم. جاي ان شاء الله من كازا، دابا ان شاء الله غادي لورزازات. الطريق هذا راه الخير ديال سيدي ربي كيطيح، خدنا دابا ان شاء الله تدرت والحمد لله. راه الماكن خدامين، وحده سابقه وعاود كتمشي وتجي. في ظل هذه الظروف المناخيه يتعين الالتزام بالتشوير وعدم المخاطره باستعمال الطريق قبل ان تكمل هذه الاليه عملها، ويعطي العاملون الإشارة بإمكانية تتمة السفر في ظروف آمنة. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باشرت بدورها جملة من التدابير لضمان سلامة التلاميذ والأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية في المناطق التي تعرف انخفاضا شديدا في درجات الحرارة وتساقطا كثيفا للثلوج. نتابع. هذه التدابير الاحترازية والاحتياطية تتجلى في أولا خلق خلايا يقظة على محليا لتتبع اليومي، أيضا توفير أغطية كافية للداخليات، ثالثا تعليق مؤقت للدراسة يهم تقريبا 900 مؤسسة تعليمية، حوالي 100,000 تلميذ وتلميذة اللي غيبقاو في منازل ديالهم في مدة هاد التقلبات المناخية لتفادي هاد المخاطر المناخية. وإن شاء الله المديرية الإقليمية ستعمل على تعويض هاد الدراسة وبرمجتها بأخذ عين الاعتبار هاد التحولات المناخية. وبعد التساقطات الثلجية القياسية التي شهدها إقليم أزيلال، عبأت لجنة اليقظة والتتبع فرقا لإزاحة الثلوج بهدف فتح الطرقات والمسالك في وجه حركة السير. محمد الوهيبي، سكين إدريسي ومحمد توانينا. منتظمة، والأساس سلسلة إطاراتها لتفي بالأغراض المسطرة لها وضمان سلامة الموكل إليه قيادتها. أول خطرة كنجيو كنديروا السناسل، كنشوفوا السلامة ديالنا هي الأولى باش نضمنوا السلامة للناس المواطنين، وكنراقبوا كاع الكاميو أشنو المسائل اللي خاصو، خصنا نخرجوا خدامين بدون مشاكل باش نضمنوا السلامة لرسنا والمواطنين. لاستيفائها بالغرض وفرت لجنة اليقظة والتتبع بإقليم أزيلال ما يقارب من 50 كاسحة وآلية لفتح وتوسيع الطرق والمسالك، من بينها تلك الرابطة بين بني ملال وأزيلال، عمل شاق ومضن يقوم به الطاقم المكلف بإزاحة الثلوج بالنظر إلى سمكه الذي فاق مترا ونصف المتر. الآن تمكننا من فتح تقريبا واحد 35% من هالطرق اللي تم الانقطاع ديالها،
احنا الان في تنتواجدوا بالطريق الجهويه 304 اللي تعتبر يعني الشريان الاقليم يعني المحور الرئيسي ديال الاقليم اللي تربطوا بمدينه بني ملال. كما تلاحظوا فالحركه تسير عاديه والعربات تمر في ظروف جيده. تجند كل المعنيين بطريقة متواصلة ومسترسلة لتفادي انقطاع الطريق أمام حركة السير. عامل ثمنه مستعمل الطرق. جيت من بني ملال، طريق مسرحة مزيان، راه الناس راه مقيمين بالواجب. المصالح المعنية راه خدامة مشكورين، راه حلوا الطريق البارح نيت واليوم نيت، راه الطريق راه غادية وجاية إن شاء الله. مجهودات كبيرة تقوم بها فرق التدخل لإزاحة الثلوج من المدارات والمقاطع والمسالك الطرقية لتفادي اضطراب حركة السير بكل نقاط إقليم أزيلال. عملية تلقيح الأطفال تتواصل بمختلف جهات المملكة، عملية أشرفت على انطلاقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل بمناسبة مرور 30 سنة على بداية العمل بالبرنامج الوطني للتمنيع. من طنجة نتابع ريبورتاج سيام بخليفي وسعيد ناجح. بفضل البرنامج الوطني للتمنيع يتوفر المغرب اليوم على 12 لقاحا لفائدة الأطفال والرضع بشكل مجاني، لقاحات ضد الأمراض الفتاكة التي قد تؤدي إلى الإعاقة أو الموت. كاين بعض الأمراض اللي تم القضاء عليها نهائيا بشهادة منظمة الصحة العالمية، اللي المغرب كيفتخر أنه رائد في هذا المجال بتضافر الجهود ديال جميع العاملين في هذا القطاع وانخراطنا التام في هذا البرنامج. عندنا لو بي سي جي تنديره هو في الخلق هو والاش بي تاع ليباتيت، ابخي دو موا تنديرو ديتيكوك بوليو، ابخي 3 موا مي تيدير 3 موا الطفل عنده 3 شهور تنديرو لو غابيل تاع ديتيكوك بوليو، ابخي 6 موا تنديرو لا فيتامين ا تبقى طول يوصل 2 سنين. البرنامج ومنذ الإشراف الفعلي لصاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى مريم عليه منذ 30 سنة جعل من المغرب أحد البلدان الرائدة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تضمن للأطفال الحق في الصحة. التلقيح كيحميهم بزاف د الأمراض وكيساعد في النمو ديالهم، زائد المناعة كتضاف شي القطيرات اللي كيعملوا له، دونك ضروري يجيو ضروري. وديك شي بالأزمنة كل مدة كنحترموها حيت عندها المنافع ديالها طبعا. من تتخلق وانا كنجيبو مزيان تلقيح العيال الصغار باش من الأمراض من الصحة ديالهم مزيان. ويبقى التلقيح هو الوسيلة الفعالة لحماية الأطفال من الأمراض الخطيرة والقاتلة كالدفتيريا، شلل الأطفال، الكزاز وغيرها، حيث تشير الإحصائيات إلى انخفاض نسبة وفيات الرضع إلى 95% بفضل هذا البرنامج. انعقد اليوم في الرباط اجتماع خصص لتقديم ومناقشة نتائج المرحلة الثانية من التحليل المتعدد الأبعاد لإشكالية التنمية بالمغرب، ثمرة التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. هدى مسهل وعبد الهادي سكيوي. ورش تجديد نموذج التنموي الوطني مهمة تتطلب جهودا كبيرة تستمد مقوماتها من تحليل المؤشرات التنموية الحالية وتشخيص التحديات، وهذا ما تقدمه دراسة متعددة الأبعاد للتنمية في المغرب. قدم شطرها الأول شهر يوليوز الماضي، واليوم معطيات جديدة ركزت على أبرز التحديات فوضعت قطاع التشغيل، التكوين المهني والتنافسية الاقتصادية على رأس قائمة التحديات. On a eu la possibilité d'analyser les atouts et aussi les défis. عملنا على دراسة مؤهلة المغرب وأيضا التحديات التي يواجهها. المغرب بلد رائع يتميز بالاستقرار ومعدل استثمارات عمومية ملحوظ، أيضا وضعية بنكية مشجعة، ولكنه أيضا يواجه مجموعة من التحديات. من هنا كان التركيز موجها على بعض منها، فقد اشتغلنا على التكوين المهني وقطاع التعليم وأيضا على مستوى الجودة المتعارف عليها والتي تتطلبها الأنشطة الإنتاجية. فالتنافسية الاقتصادية كما نعلم تعتمد على مستوى جودة المنتوج. التركيز على ثلاثة الأبعاد الأساسية اللي خصها التغيير، وهي أولا تنافسية الاقتصاد الوطني، ثانيا رافعات التربية والتكوين، ثالثا رافعات التقائية السياسات العمومية والتنسيق فيما بينها. هذا اللقاء غادي يكون غير بداية لواحد عملية تفكير وعملية
وحوار ايضا وطني بناء على التعليمات ديال جلالة الملك في لمراجعه النموذج التنموي الوطني، واللي غادي تستمر واحد الفتره، واللي باش ننتهيو الى اعاده النظر في النموذج التنموي الوطني ونشوفوا اشنا هي الامور اللي خصنا نعدلوها والامور اللي خصنا نطوروها. ويسعى المغرب إلى إعداد نموذج تنموي قادر على استيعاب حاجية المواطن ويستجيب لتطلعاته من خلال خطة عمل تأخذ مسارا تشاركيا لمختلف المتدخلين في جل القطاعات. مباحثات جمعت اليوم في الرباط مقرر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين. في المتابعة أمين سليماني وأمين الشرقاوي. منذ سنة 2011 حظي البرلمان المغربي بصفة شريك من أجل الديمقراطية، منحته إياها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. مقدم المجلس الذي يقوم بزيارة للمغرب كانت له مباحثات مع رئيس مجلس النواب، حيث ثمن أوراش الإصلاح بالمغرب وأساسا منها ورش استقلال القضاء. The reform of justice and this separation between حاليا ألاحظ تقدما كبيرا بالمغرب، وأخص بالذكر مجال القضاء، ففصل النيابة العامة عن وزارة العدل خطوة جد هامة في المسار الصحيح لإصلاح القضاء. وهناك أيضا مسألة إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو تطور نوعي معتبر. المغرب يحظى بوضع متميز له بعد سياسي كشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وبطبيعة الحال هذا الوضع هو تتويج للإصلاحات التي يقوم بها المغرب منذ عدة سنوات على مستوى المؤسسات، على مستوى حقوق الإنسان بالمفهوم الواسع. مباحثات مماثلة كانت للبرلماني الأوروبي مع رئيس مجلس المستشارين الذي أوضح له خصوصيات مسيرة المغرب الديمقراطية وخطواتها وتحدياتها. المغرب، وهذا ما أكدناه للسيد الرئيس، فخور ومعتز بالخطوات التي أنجزناها حتى الآن، ولكن نحن واعون، وهذا كنقولوه لضيوفنا بدون مركبات نقص، واعون بأن هناك في الأجندة الوطنية عدد من التحديات، عدد من العقبات، وعدد من الأوراش الإصلاحية ومن المهام التي يتعين على المغرب بمقتضى وضعية الشريك من أجل الديمقراطية اللي كتربط علاقته بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن ينجزها. الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هي واحدة من الأجهزة القانونية لمجلس أوروبا، مهمتها دعم حقوق الإنسان والديمقراطية، وتتكون من 318 برلمانيا من برلمانات أوروبا. تفعيلا لمضامين التوجيهات الملكية الهادفة إلى التنزيل الكامل لورش الجهوية المتقدمة، عقد وزير الداخلية اليوم في الرباط اجتماعا حضره أعضاء جمعية جهات المغرب ورؤساء مجالس جهات المملكة. عماد مسمير وعبد العلي عياد. الاجتماع كان فرصة للحوار والنقاش في إطار التنسيق والتفكير لتقييم المسلسل التشاوري المرحلي المسطر بين وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب من أجل الوقوف عند إيجابياته وتحديد العوائق. هناك بعض الإشكاليات التي تهم وزارة الداخلية ووزارة المالية، وهي طرحت الآن وتهم يعني النظام القانوني للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، تهم النظام الضريبي. الحصيلة المرحلية كانت حاضرة بقوة في هذا الاجتماع لما تم إنجازه من طرف وزارة الداخلية في إطار مساهمتها في مسلسل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، خاصة فيما يتعلق باستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية ومواكبة الجهات في إعداد برامجها التنموية. وهذا تالي الاجتماع يعني يتم مع السيد الوزير اللي طرحنا فيه واحد العدد ديال الاشكاليات اللي تحل الكثير منها فيما يتعلق بالجانب القانوني ديال النصوص اللي خرجت خلال هاد 3 شهور يعني من الاجتماع الاخير اللي كان في اكتوبر. برنامج العمل المزمع تنفيذه برسم سنة 2018 تم استعراضه خلال هذا الاجتماع،
والذي يهدف إلى الاستجابة لتطلعات وانتظارات رؤساء الجهات. وسيتبع هذا الاجتماع سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية في إطار التقييم الدوري لهذا الورش المهيكل. وينضم إلينا اللحظة ياسر العمراني في هذه الإطلالة اليومية على الشأن الاقتصادي. مساء الخير ياسر. مساء الخير رضا. مساء الخير مشاهدينا الكرام. نظم الاتحاد العام لمقاولة المغرب لقاء تواصليا مع الفاعلين الاقتصاديين بجهة درعا التافيلات. هذا اللقاء يهدف إلى فتح النقاش بشأن الفرص الاستثمارية التي توفرها الجهة والتدابير الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بالمنطقة، والمتابعة مع المهدي محيب ونور الدين النافعي. استكشاف المزيد من فرص الاستثمار وتنمية الاقتصاد بجهة درعا التافيلات شكل الهدف من اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمناسبة اقتضت فتح نقاش بشأن الفرص الاستثمارية التي تتيحها الجهة والتدابير الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بها. الموضوع اليوم هو تسهيل مناخ الأعمال للجهة والمقاولين للجهة، وكذلك تواصل باش يكون يعني واحد تسهيل التواصل مع 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 الجهة درعا التافيلات. واخا كاينين طرق، واخا كاينين كاين المطار، وكاينين ديفول اللي كيجيو للرشيدية ما كافينش، ويعني كتنقص من تنافسية المقاولة اللي كتستمر كتستثمر في الجهة. خرجنا بعد المعطيات، بعد التوصيات بأن خصها تكون واحد الحكمة جيدة باش تكون واحد خطة عمل واضحة وعندها واحد ظرف زمني معين باش يكونوا لقاءات باش نديروا ليفالواسيون والتتبع ديال ديال المشاريع والاليات اللي غادي نوضعوا من اجل تحسين مناخ الاعمال الجهوي. هذه فرصه باش وزاره الجيزه والنقل واللوجيستيك اولا تعطي واحد الحصيله على هذا الشيء اللي دار في هذه السنوات اللي مضات وفي السنتين المقبلتين 2018-2019. هل تنتكلموا تقريبا في المجال الطرقي على مستوى الصيانة وغيرها، وعلى مستوى التأهيل والبناء والمنشآت الفنية تنتكلموا تقريبا على 4 مليار ديال الدرهم. ولأن تنمية القطاعات الاقتصادية عموما لا تتم إلا بالتغلب على الصعاب التي يمكن أن ترافق المشاريع المفتوحة، فقد كان لزاما البحث عن الوسائل والسبل الكفيلة بتحجيم هذه المصاعب وتحديد الأولويات حتى يتمكن اقتصاد جهة درعا التافيلات من تحسين قدرته على التنافسية. وجينا حطينا بهذه العوائق ديالنا اللي كاينين في الناس اللي جاو عندنا، وقلنا المشاكل ديالنا وإن شاء الله غادي يحلوها. المشاكل ديال التفاح، ديال الكهرباء، ديال المستثمرين اللي كينفيستيو في البلاد كيجيو من الدوغالي، كيجي هاد المسائل زعما حطينا بزاف ديال الحوايج، والحمد لله غادي يشوفوا يفكوا لنا هادشي ان شاء الله. ومن خلال اللقاءات اللي درنا مع السيده الرئيسه والرئيس الجهوي، اعطيناها بعض المشاكل اللي تتعانيها المقاوله بجهة درعا التافيلات، والحمد لله خدات بعين الاعتبار هاد المشاكل كلها، خدتهم بعين الاعتبار. جلب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للمنطقة من الأهداف المهمة التي تطمح لها الجهة، ولبلوغ ذلك أجمع المشاركون على تبسيط الإجراءات وتسهيل تيسير التجارة والحصول على التمويل والتنسيق بين مختلف الشركاء المعنيين. نواصل الاقتصادية من المنطقة الحرة بمدينة طنجة، والتي تعززت اليوم بافتتاح مصنع جديد تابع لإحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في تصنيع أجزاء الطائرات. المصنع يعد الثالث للشركة في المغرب والثاني من نوعه بمدينة طنجة، وهو سيمكن من خلق أزيد من 300 منصب شغل. سهام بخليفي وسعيد ناجح. هي وحدة صناعية جديدة لأحد أهم الشركات المتخصصة في صناعة أجزاء الطائرات على المستوى العالمي، استثمار أنجز بغلاف مالي يقدر ب 115 مليون درهم، وقد أنشئ في إطار تطوير قطاع صناعة الطائرات وأجزائها ببلادنا.
Ce qui est intéressant, c'est que chaque secteur. المميز اليوم في المجال الصناعي الوطني هو التطور الذي تعرفه كثير من القطاعات بنفس الوتيرة الإيجابية. اليوم هذا المصنع المهم لمجموعة عالمية في مجال صناعة الطيران وضع ثقتها في المغرب وتطمح إلى إنجاز استثمارات أخرى في قادم السنوات بالمملكة. أمر مرده إلى استقرار بلادنا وكفاءة الموارد البشرية فضلا عن التوجهات الملكية الحكيمة. Et aux orientations clairvoyantes de Sa Majesté. هذا المشروع الذي أنجز على مساحة 12 ألف متر مربع هو الثالث من نوعه وطنيا والثاني بمدينة طنجة لهذه الشركة الفرنسية التي تراهن على المغرب للرفع من إنتاجها وحصتها في السوق العالمية. Nous sommes installés ici au Maroc depuis maintenant 15 ans, un peu plus de 15 ans. مجموعتنا مستقرة بالمغرب منذ أكثر من 15 عاما وهو البلد الذي منحنا الرغبة في الاستمرار في ظل ما يحققه هذا المجال من نجاح باهر وجودة عالية ونمو سريع لذلك فطموحنا كبير في تطوير مصانعنا بالمغرب هذا المعمل هذا كيجي باش يكرس الوجود ديال شركة الظاهر في المغرب وكيجي باش يواكب التطورات اللي كيعرفها المجال ديال صناعة الطائرات في المغرب وباش يواكب الطلبية ديال الزبناء ديالنا للقدرة الإنتاجية. هذا المعمل هذا دار سنة 2015 المساحة ديالو الإجمالية 15000 متر مربع اللي فيها مساحة إنتاجية ديال 11000 متر مربع. المعمل غادي يكون قادر باش يشغل 300 فرد في سنة 2020 وهذا المعمل هذا غتكون عنده قدرة إنتاجية تناهز 50 مليون أورو إنتاج ديال سنويا. وتدخل هذه الوحدات الصناعية الجديدة في إطار المخطط الوطني للتسريع الصناعي وللرفع أكثر من الصادرات خصوصا أن هذه الأخيرة حققت في ميدان صناعة أجزاء الطائرات ارتفاعا بنسبة 20% خلال سنة 2017. تحتضن مدينة مراكش أشغال ندوة حول موضوع سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا. المؤتمر يهدف إلى تقوية التعاون في المجالات المرتبطة بالتشوير البحري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقبل الانطلاقة الرسمية نظم لقاء تمهيدي جمع بين الفعالية المشاركة في المؤتمر والتي يصل عددها إلى 150 مشاركا يمثلون أزيد من 20 دولة إفريقية. التفاصيل مع سمية بالعياشي، سكين الإدريسي وحسن مسكور. خلال هذا اللقاء تمت الإشادة بالدور المحوري الذي تلعبه كل الهيئات المكلفة بسلامة الملاحة البحرية في مجال مساعدة ومواكبة وتطوير الكفاءات لفائدة الدول الخاضعة للالتزامات الدولية المتعلقة بتقديم خدمة المساعدة من أجل ضمان سلامة الملاحة البحرية. المغرب الحمد لله فهو رائد على الصعيد الإفريقي في هذا الميدان. لا 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 اولا الاحتضان ديال هذه الندوه في المغرب فهو خير دليل لان الجمعيه الدوليه عندها الثقه في المغرب لان عندها رائده على الصعيد الافريقي. ثم كذلك انه عندنا واحد المجموعه ديال العمليات ماشي اول عمليه كنظمها مع الجمعيه الدوليه للتشوير الافقي. اللقاء شكل مناسبة كذلك للتذكير بالمجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تقديم خدمة مساعدة على ضمان سلامة الملاحة البحرية موثوق بها وفقا للمعايير الدولية وذلك بفضل مختلف المعدات الموضوعة على طول السواحل المغربية وداخل الموانئ وبفضل سلسلة التدابير الرامية لتعزيز التعاون في هذا المجال. The importance of the seminar today is to have awareness on the safety of navigation in Africa. الهدف من هذا الملتقى هو التداول حول معايير الملاحة الآمنة ومساعدة مختلف الدول في هذا الصدد خصوصا الدول الإفريقية التي تحتاج لتطوير خبراتها أكثر في هذا المجال والاستفادة من التجربة المغربية. المؤتمر سيشكل منصة للتبادل والتشاور ومشاركة الخبرات وسبل مواجهة التحديات المرتبطة باحترام الالتزامات الدولية في هذا المجال من أجل إرساء نظام متناغم وفعال يضمن ملاحة بحرية آمنة ومستدامة. في المجال الفلاحي يشكل إنتاج الفواكه الحمراء قيمة مضافة للقطاع. هذا المنتوج يشهد تطورا يتماشى ومخطط المغرب الأخضر والذي يهدف إلى تعزيز ودعم العرض المغربي من الفواكه الحمراء في السوق
العالمية والروبورتاج لوصال إمغري وياسين المعازي. الفواكه الحمراء زراعة تشغل مساحة إجمالية تقدر بـ4000 هكتار، قطاع يشهد تنمية مستمرة نظرا لتواجد بنيات تصديرية مهمة وقرب المنطقة من أوروبا ووجود أراضي خصبة ووفرة المياه بمنطقة اللوكوس. بالنسبة ديال الفريز يعني كنصيبوا فيه تتحرك شوية العاملة وتحرك حتى أنت، وحسن من الفيلة عتخوني بعد على الأقل كتحميك بعد هذا الفريز من بعض الغضب الله يصير وشعلات الجريحة والتليجة وبزاف الكوارث. والفيدرالية البيمهنية من الأهداف ديالها هو أن جميع الفلاحة ديال المنتجين للفواكه الحمراء اللي عندهم مساحات صغيرة يتجمعوا ويتنظموا باش يكونوا تاهما في النيفو ديال هاد الضيعة هادي، ويكونوا تاهما كيستجبوا لجميع المواصفات ديال الجودة. احنا الهدف ديالنا هو التنظيم ديال هاد القطاع وهاد الفلاحة الصغار اللي كيمثلوا اكثر من 75% ديال الفلاحة. وتوفر هذه الزراعة الحديثة في المغرب على مستوى منطقة اللوكوس أكثر من 4 ملايين يوم عمل خلال 9 أشهر من السنة، كما توفر ما يقارب 18,000 منصب شغل قار في الضيعات المختصة في هذا النوع من الإنتاج الفلاحي. تنخدمو تنجيو تنديو نهارنا تنخدمو مزيان، كنخدمو السلعة مزيانة، الأجواء ديال بالنسبة للمصروف ديالنا كنخدمو على وليداتنا. وحسب تقرير لمديرية وزارة الفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإنتاج الفواكه الحمراء بمنطقة اللوكوس يبلغ 130 ألف طن سنويا، أي 80% من الإنتاج الوطني، فيما يصل رقم المعاملات إلى 1.4 مليار درهم سنويا. سجلت حركة النقل الجوي على مستوى مطار الصويرة موغادور خلال سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 22.58%، وذلك بالمقارنة مع سنة 2016. وحسب إحصائيات للمكتب الوطني للمطارات فإن 83,324 مسافرا استعملوا مطار الصويرة موغادور في تنقلاتهم، وذلك خلال السنة الماضية. أما الآن فنتابع النسب المحققة من جانب بورصة الدار البيضاء، وإلى جانبها المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات. بهذا إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم. أما الآن فنعود لرضا لإتمام الرئيسية. شكرا لك ياسر. في شأن تشريعي جلسة عمومية عقدها اليوم مجلس المستشارين، وفي جدول أعمالها نقاط عدة ضمنها مجانية التعليم. في المتابعة شهاب زريوح ومحمد الناصري. مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم يتضمن مسودة تنص على فرض رسوم للتسجيل بمؤسسة التعليم العالي في مرحلة أولى ولاحقا في التعليم الثانوي التأهيلي على الأسر الميسورة، كان ضمن الأسئلة الشفوية للجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين لارتباطه المباشر بمسألة مجانية التعليم. عندما تكلمنا على الإطار الذي سوف يأتي إلى البرلمان وتنص إحدى موديه على أن هناك فئة من المغاربة يمكن أن تساهم في أداء عمل التعليم الأداء، إذن كان هناك خلط عند السكان فيما يخص الأداء، لأن مجانية التعليم حق دستوري، التعليم بالنسبة للمغاربة فهو حق دستوري، ولا يمكن أبدا أن نتصور على أن المغاربة يمكن تصور يقول باش يخلص المدرسة العمومية. إذن هذا هو حق
دستوري، وبالتالي انخراط الدولة وانخراط الحكومة على إيجاد مواد أخرى لدعم تمويل التعليم هذا إشكال، ولكن خص يكون الوضوح، وضوح الرؤية، نعطيو المواطنين على أنه لا خوف عليهم، وأن المواطنين اللي ما عندهمش إمكانيات، الضعفاء والفقراء الذين يزاولون تعليمهم في المدارس في المدرسة العمومية. احنا كنقابة كنعتبر بأنه لا زلنا في حاجة إلى أن تقوم الدولة بدور أساسي في مجال التربية والتكوين، ولا يجب المساس إطلاقا بمجانية التعليم، لأن من مهام الدولة الأساسية اليوم هي السهر على أن يتعلم كل مغربي في البوادي وفي الحواضر وفي الهوامش، ولكن أن تكون الدولة هي الحارسة على مجانية هذا القطاع، لأنه مكسب تاريخي ومكسب أساسي للأسر المغربية التي لا تستطيع إطلاقا أن تمول التعليم بهذه الطريقة. وبالتالي مجانية التعليم خط أحمر لا يمكن لأي كان أن يقبل به في هذه المرحلة من تاريخ بلدنا. مسألة مجانية التعليم خلقت أيضا جدلا في الأوساط الاجتماعية وفي عدد من المنابر الإعلامية، رغم أنه لم يعرض بعد على مجلس الوزراء قبل إحالته على البرلمان. ليس هناك أي نص قانوني إلى حدود الساعة يتحدث عن المجانية. نحن لازلنا في انتظار مشروع قانون الإطار الذي لم يستكمل بعد مساره على مستوى السلطة التنفيذية. بعد أن يحال علينا في البرلمان سوف نقوم بالاطلاع عليه رسميا لكي نعرف بالضبط هل يتعلق الأمر بالفعل بحذف المجانية أم لا. ما ندخل شيئا في المجانية ولا غير المجانية، قد ما أن الذي يهمني هو القطاع التعليم بجميع مكوناته. التعليم يجب أن نهتم به اهتماما كبيرا، لأن التعليم هو الأمل في المستقبل، التعليم هو التنمية، التعليم هو القطاع الذي له مردودية ومردودية كبرى، عكس ما يردد أنه ما عندوش واحد المردودية وأننا نستثمر في قطاع لا يعطي أي مردودية. ويأتي هذا النقاش بعدما أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رأيا حول مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، وشدد فيه على ضرورة تنويع مصادر تمويل الإصلاح المنشود. تدابير دعم ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 محور آخر في هذه الجلسة العمومية لمجلس المستشارين. رشيد يكن وياسين مرافق. خلال هذه الجلسة أطار فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب مسألة الاستثمار الرياضي لمواكبة التنمية الرياضية التي يعرفها المغرب وتلبية القيم الاستهلاكية لدى الجمهور الرياضي المغربي، سواء من حيث الاستثمار في البنية التحتية الرياضية أو الرعاية في مجال التسويق والتصنيع الرياضي اللذان يحتاجان إلى حزمة امتيازات تشجيعية. استثمار في الرياضة ولا من أولويات في جميع البلدان، جميع البلدان المتقدمة وضعين الاستثمار في قطاع رياضي الأولويات ديالهم، وتنتمناو باش المغرب حتى هو يحاول يعطي واحد الأهمية لهذا القطاع الاستثمار في الرياضة، ويدير تحفزات للمستثمرين اللي بغاو يستثمروا في القطاع. الآن بغينا ندوزو مرحلة أخرى اللي هي الصناعة الرياضية، وهذه خصها مجهود آخر وطريقة الاشتغال أخرى، نقطعوا مع الممارسات ديال الماضي. احنا بصدد يعني باتفاق مع الجامعات مختلف الجامعات باش يمكن لنا ندوزوا لهاد الصناعة الرياضية، وكتسمح لنا انه ننظموا تظاهرات كبرى في مستوى تنظيم كأس العالم 2026 ان شاء الله. الاستعدادات لدعم ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 موضوع هو الآخر حظي بنقاش مستفيض، إذ تم التأكيد على الخبرة التي حصل عليها مستوى احتضان المغرب لمسابقات ذات بعد عالمي، وأيضا بما تسنى له من منشآت رياضية حديثة. المغرب مؤخرا نظم كأس الشان اللي بين على تنظيم محكم وفائق الدقة، بالإضافة لأن المغرب هو بلد يجمع بين قارتين ويتوفر على أمن واستقرار كبيرين يأهلوه أكثر من أي بلد ثاني إقليمي أو قاري أنه ينظم هذا الكأس العالمي. يجب استثمار هذا الانتصار ديال المنتخب الشان بالكأس من أجل النهوض بالقطاع الرياضي. ما يمكنناش نهضوا إلا ما كانش واحد النوع ديال التأطير، واحد النوع ديال البنيات التحتية. ما يمكنناش نهضوا بهذا القطاع الرياضي.
الرد الحكومي أكد أن المغرب قام بإعداد ملف متكامل ومن مستوى عال يتماشى هو المتطلبات التقنية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. فصل آخر من فصول الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 30 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وعشرات المصابين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليمون اندلعت عقب اغتيال قوات الاحتلال لأحد المبحوث عنهم لديها. تزعم إسرائيل أنه طعن حاخاما الشهر الماضي. الغوطة الشرقية المحاصرة تحت رحمة غارات القوات الحكومية السورية وحصيلتها اليوم من القتلى بلغت 50 شخصا، وقلق أممي متنام بشأن هذا التصعيد الخطير. سكن عليتو. يوم آخر دام في الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق، بلغت فيه الحصيلة ما لا يقل عن 50 قتيلا وعشرات المصابين في القصف الجوي للنظام السوري استهدف عدة مناطق بالغوطة المحاصرة. قصف النظام والمدعوم من سلاح الجو الروسي خلف دمارا هائلا في المباني والممتلكات، هرعت على إثره فرق الدفاع المدني إلى المناطق المستهدفة بحثا عن ناجين، وعلى إثر ورود تقارير عن سقوط العشرات في الضربات المكثفة ضد آخر معاقل المعارضة قرب دمشق، دعا مبعوثو الأمم المتحدة إلى وقف العمليات القتالية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى، فيما يحقق خبراء أمميون في جرائم الحرب في تقارير بشأن استخدام غاز الكلور المحضور ضد المدنيين في بلدة سرقب وإدلب في الشمال الغربي ودوما في الغوطة الشرقية. وأعلن الخبراء أن الحملة العسكرية على الغوطة ومحاصرتها تنطويان على جرائم حرب تتمثل في قصف عشوائي وتجويع متعمد للمدنيين. ويأتي الإعلان عن هذا التحقيق بعد فشل مجلس الأمن مجددا في إدانة النظام باستخدام الأسلحة الكيماوية. حث كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكسيت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على تحديد شكل العلاقة في المرحلة القادمة مع الاتحاد الأوروبي، وأكد أن خروج بلادها من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة يؤدي حتما إلى فرض حواجز تجارية. أعلنت السلطات في جزر المالديف إفشال محاولة انقلاب كانت تستهدف الإطاحة بالرئيس عبد الله يمين وإعادة الرئيس السابق، وعلى إثر ذلك تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد وعطل عمل البرلمان وشنت حملة اعتقالات شملت الرئيس السابق مأمون عبد القيوم ورئيس المحكمة العليا وأحد قضاة المحكمة. سوء الأحوال الجوية طال عددا من الدول، حيث كميات كبيرة من الثلوج تساقطت ما تسبب في شلل شبه تام في حركة السير وإلغاء العديد من الرحلات وأضرار مادية. عبد الوهاب كارتي. ذكرت وسائل إعلام يابانية أن حوالي 1000 سيارة حصرت على الطريق بين مدينة ساكاي وأورا في مقاطعة فوكوي بسبب عاصفة ثلجية قوية. السلطات المحلية قامت بإغلاق أجزاء من الطرق الرئيسية والطرق السريعة جراء هطول المزيد من الثلوج التي بلغت متر ونصف في منطقة هاكوسان ومتر 34 سنتيمترا في مقاطعة فوكوي، وتعد هذه أعلى نسب ثلوج يتم تسجيلها منذ 37 عاما. وتعرضت 394 مدينة وقرية في أوكرانيا لأضرار كبيرة بسبب الظروف الجوية الصعبة التي تسود البلاد هذه الأيام جراء الفيضانات وتساقط الثلوج بكثافة وهبوب رياح قوية أدت إلى عرقلة حركة السير فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي. السلطات الأوكرانية استنفرت كل إمكاناتها البشرية واللوجستية لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية كانت الثلوج وراء وقوع حوادث مميتة بعد انحراف الشاحنات والحافلات وتصادمها ببعضها البعض. السلطات الأمريكية ناشدت السائقين اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث على الطرقات.
وعلى إثر فيضان نهر السين تواصل السلطات الفرنسية مساعيها لتنظيف وجمع أطنان النفايات التي جلبها فيضان النهر وارتفاع منسوب مياهه إلى مستوى قياسي. كميات النفايات التي قدرتها المصالح المعنية بأزيد من 200 طن زادت من تخوفات سكان المدن والضواحي التي يعبرها النهر من تكرار سيناريو 2016 حين جذبت نفايات الجرذان. في الخبر الوطني، ندوة صحفية نظمت اليوم في الرباط قدم خلالها برنامج مجلس الجالية المغربية بالخارج خلال المعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته 24 بالدار البيضاء. عبد الرحيم بن شيخي وعبد الله مزاحم. حول مغاربة العالم تتمحور كل أنشطة مجلس الجالية المغربية. معرض الكتاب سيكون فضاء مفتوحا لطرح كل الدراسات المنجزة وكل المؤلفات لجيل أصبح المغرب جذورا له. هذا التواجد يطرح اليوم أسئلة ملحة بعد أن أنجز مسارات غنية أنتجت سردا نوعيا وكبيرا. ما هي تحديات هذا العيش وما هي الفرص التي يمنحها؟ هذا هو موضوع الدورة هذه السنة، ونحاول من خلالها أن نجيب عن سؤال، يعني في مجتمعات متعددة لها تعدد على المستوى الديني الثقافي على حتى على المستويات، يعني احيانا مستويات القيم، كيف يمكن ان يساهم مغاربة العالم في تقدم وازدهار المجتمعات التي يعيشون التي يعتبرونهم جزءا منها، وفي نفس الوقت كيف يمكنهم ان ينقلوا اشياء الى هذا الوطن. عشرات الندوات المتخصصة محترفات لقاءات فكرية في برنامج يهدف فتح حوار حقيقي حول مغاربة العالم. دورة تكوينية في حقوق الإنسان تحضر فيها التجربتان المغربية والأرمينية، هدفها تبادل الخبرات وتنمية قدرات أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان. نادي المدن. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتقاسم تجربته في مجال حقوق الإنسان مع جمهورية أرمينيا. وفد أرميني في مجال حقوق الإنسان يزور المملكة في إطار سلسلة دورات تكوينية تدريبية وميدانية. هذه الدورة التكوينية لهذا اليوم هي دورات ضمن سلسلة من الدورات التدريبية والتكوينية والميدانية في أفق استعداد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاحتضان الآلي الوطني للوقاية من التعذيب. نحن سنتعرف اليوم أو سنتقاسم التجربة مع التجربة الأرمينية في هذا الباب، وبالتالي هذا العمل يدخل في إطار تنمية قدرات أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هدفنا من هذه الزيارة هو التعرف على التجربة المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان وتعريفهم أيضا بالتجربة الأرمينية في هذا الصدد، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات وإجراء لقاءات أخرى في المستقبل. وبفضل هذه الدورات التكوينية في مجال حقوق الإنسان سيكون أمام أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان فرص التكوين والتدريب الميداني في المجال الحقوقي وتعزيز خبراتهم في هذا المجال. بطنجة انكب منتدى الشباب في نسخته الثانية على مدارسة الأدوار المنوطة بهذه الفئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن المحاور المطروحة إدماج الشباب في السياسة. سيان بوخليفي وسعيد نجح. أجي تشاركو هو شعار هذه الدورة لمنتدى الشباب الذين قدموا من مختلف الجهات والمدن المغربية من أجل تبادل الأفكار والتجارب بغية مشاركة فاعلة في المجتمع. كما تبعتم أنهم شباب وشابات كلهم حيوية، ولكن أساسي أن تقدموا بمقترحات شخصيا من موقعي كرئيس الجهة، مقترحات مجملها متميزة وتعبر عن الحاجيات الأساسية في بلدنا، كما أنها تقدم حلول لفئة الشباب، علاقتها بالتعليم، علاقتها بالتكوين، علاقتها بالمشاركة السياسية، علاقتها بالثقافة.
وفي إطار تعزيز ثقافة انفتاح ومشاركة الشباب في العمل السياسي، تأتي مجهودات المعهد الديمقراطي الوطني من خلال هذه اللقاءات التي قدمت العديد من المقترحات والأفكار في علاقة الشباب بمحيطهم الخارجي وبالعمل السياسي. نحن هنا بشأن هذا البرنامج الذي سيعمل على جلب 50 شابا من هذه الجامعات إلى المجالس المحلية لبحث وسائل إدماج الشباب في السياسة. هؤلاء الشباب سيشاركون في هذا البرنامج الذي يعنى بالسياسة، الانتخابات والديمقراطية. بالأفكار ديالنا نقدروا نساعدوا السياسيين أنهم يتخذوا طريق صحيحة. دونك داكشي علاش نعتبر باللي أجيو تشاركوا هو واحد البروغرام اللي عاوننا بزاف، اللي خلانا أننا نفكروا في حوايج جديدة لبلادنا. الدورة الثانية من منتدى الشباب حول إدماج الشباب في السياسة عكس صورة مشعة عن تطور عمل ومجهودات الشباب في المجتمع وفق اهتماماتهم وتوجهاتهم. توفي اليوم رباط عبد الجليل فنجيرو المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء عن عمر ناهز 80 سنة. الراحل كان مرجعا للصحافة الوطنية، وارتبط اسمه بالخصوص بوكالة المغرب العربي للأنباء التي شغل منصب مديرها العام طيلة الفترة الممتدة من 74-900 إلى 1999 ليعين بعد ذلك سفيرا للمغرب في لبنان. وصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم جلسات محاكمة المتهمين في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة. جلسة اليوم خصصت لاستكمال استنطاق المتهمين أمام هيئة المحكمة بحضور دفاع الطرف المدني وعرض أشرطة وصور مرتبطة بهذه الأحداث. بعد هذه النشرة تلتقون مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج ضيف الأولى، وضيف الأولى هذا المساء السيد محمد عبد الوهاب رفيقي رئيس مركز الميزان للوساطة والدراسات والإعلام. الإخراج لمحمد بداري. أما صور نهاية النشرة فيقترحها علينا عز الدين أبو الجيوش من عدة مناطق من المملكة حيث الثلوج تكسو المرتفعات ببياضها. تابعنا وإياكم في هذه النشرة. تدخلات وتدابير استعجالية للحد من تداعيات موجة البرد القارس والتخفيف من الآثار السلبية للتساقطات الثلجية على ساكنة المناطق المتضررة.
التحليل المتعدد الأبعاد لإشكالية التنمية بالمغرب محور اجتماع بالرباط حول قدرات المملكة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ودعم الاستثمارات بجهة درع التفيلات وتحسين مناخ العمل بها رهان سيمكن من تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للجهة. وقطاع صناعة الطائرات مصنع جديد بمدينة طنجة يعزز دينامية القطاع. لكم من طاقم النشرة ومني أطيب المنى.